الو، كيف تتشوفوا هنا الميده ديال الحنه، ميده ديال الحنه درنا الورد على هذا الشكل كروي، ومنزل هنايا فهاد لاكوب كيف تتشوفوا. الو، عندنا الحنه هنايا سي دي بورس اون سوا ناتوريل، درنا منهم جوج ربعة ستة ثمانية تسعود، ودرنا تسعود ديال هاد لي بوتيت بوكس. هادو العروسة كتعطيهم لا فامي ديالها، صحاباتها، ماماها، خالتها، اونفان هي واللي بغات، اللي عندها عزاز تعطيهم ان سوفونيغ ديال الحنة ديالها. هادي تقاليد عندنا من قديم، بقات التقاليد ديال الحنة والورد كيتعطى الناس اللي عزاز عليك. الوغ هنا عندنا الميدة ديال لي كادو اللي كنت رويتكم كيفاش تنصوبوهم. الوغ ملاحظة اللي عندي غنقول لكم، ما قلتها لكمش ديك النهار، هو انهم اللي كنصوبو لا ديكوراسيون ديال لو ساك ما كنحطو والو على لو ساك. الو حتى نخافو نقيسو لو ساك بلو بيستولي سخون ويمشي يفسد لا thank you.
هذه تقاليد عندنا، العريس هو اللي تيخصو يشري الحليب ديالو، وعاد ديك الساعه كيكبو هما في الكغف. هذه تقاليد حنا كنحترموها، كيف علموها لنا جدودنا وكيف علموها لنا الناس اللي قبل منا. الوغ عندنا العود القمري. الوغ انتما كتشوفوا كيفاش زوقنا الغطاء ديال العود، ما كنغطيوهش بحال هكذا، كنحطوها في الجنب ديالو. اولا كتعمر الميدة، وثانيا تيبان واحد المنظر جميل. هنا عود لا ميم شوز ديال صرغينة، وكذلك المسكة الحرة. هنا عندنا هاد البويضات هادو دايرين فيهم صرغينة. هما كي تتشوفوا فيهم صرغينة، هادو كنزوقوا بهم الميدا، كيعطيو واحد الجماليه، واحد لي كولور ايتو. هنا حتى هما جبيبنات ديال الكريستال، ها هما كتشوفوهم كيفاش هما دايرين لهم لا ديكوراسيون ديال الغطا ديالهم، و تيكونوا حتى هما عامرين بالصرغينة. اجماليا الميدا ديال العود والمسكة والزهر والحليب، الغطا ديالها هي هادي. الوغ دابا درنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ديال الضيافر، وغنوريكم فين درنا لي بيجو. الوغ لي بيجو درناهم في كوفخي بحال هذا، انا كنفضل نديرهم في ميدا، مي الناس بغاو يديروهم في كوفخي. اولا لان عندهم العدد ديال العلب قليله، جوج ديال البواطات، فضلوا يديروهم في كوفخي صغير. كتشوفوا هنا لا ديكوراسيون حتى هي ديالهم، تعطي واحد المنظر زوين. الوغ هذا الشيء هو اللي كاين اليوم. هذه فاتحه اللي خارجه، ولا الهديه، ولا الدفوع، ولا كل واحد وشنو كيبغي يسميها. احنا كنسميوها هنا في المحل الدفوع. كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديال هاد الفيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش علينا بابوني واشتراك وبلايك وبوركوا با ان كومونتير. وشكرا على المتابعة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بيزو، باي باي.